مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء عبر قناتي الشباب. منذ سنوات والذي بالفعل نعيش معكم احداثه والبدايه مع مستر ايميج. مستر ايميج الاشقر من مواليد 21/4/2008 الاب مستر ديزاين جي اي والام اتش تي الياسا المالك سيد محمد بن عبد الله السبيعي من المملكة العربية السعودية ويحمل الرقم 124 المربي السيد جي والسيدة سيراكلي هنا الخطوات الأولى والافتتاحية لهذا الشوط مع نغمات الموسيقى وأيضا مع الخطوات التي نشاهدها الآن علي. نتحدث عن مستر ايميج. بطبيعة الحال عندما يكون ابن الثلاث سنوات وهو بهذا القوام حقيقة المكتنز نعم كان نتيجة اهتمام ونتيجة اهتمام او انواع معينة من التغذية والرعاية ولا ربما البروتينات او الى غير ذلك، هل هي هكذا تكون ام طبيعه الثلاث سنوات بهذا الشكل؟ والله كلها مشتركه اخوي عبد الله، يعني نظام غذائي انه جيد ومن ثم انه تدريب مكثف انه يومي، يضاف الى هذا خبره ميدانيه في مثل هالنوع من المسابقات. فتنتج بها وتسفر عن مثل هذه الجماليه اللي نشاهدها اليوم انه في هذا الجواد الرائع اللي هو ماستر ايميج. ولكن هذه المشاركه بالنسبه للمربط، هذا مربط هو المملكة العربية السعودية يسمى مربط المعود، هذه أولى مشاركاتهم صراحة في مسابقة جمال الخيل في ميدان الشارجة وحصلت خيولهم على نتائج طيبة، يعني إذا شفنا الشوط اللي قبله. نعم إذا مستر إيميج يترك مكانه لريفوليوشن الأب بادرونز سايكي الأم كوين فيكتوريا جي إي المالك سيد محمد بن عبد الله ايضا السبيعي من المملكه العربيه السعوديه وبالفعل صاحب المربط الذي يضم ايضا مستر ايميج و ريفوليوشن لكن هنا المربي السيد ارجوز والسيده اس روبرتس والان السائي بذلي هذه هي شراكه بالفعل يعني بعض الخيول اللي خاصه تكون في اوروبا انه بيشتركون في اكثر من شخص انه في اقتنائها لانه قد تكون الخيول هذه انه غاليه الثمن فبالتالي لكل واحد يكون عنده نصيب معين من المشاركه او المساهمه في انه شراء الخيل هذا. نعم و ريفوليوشن اشقر اللون من مواليد 6/4/2008 يقوم بحركاته الاستعراضيه والشوط التاسع المور بعمر ثلاث سنوات المولدة ما بين 11/2007 و 30/9/2008 نلاحظ ايضا كابتن العارض حقيقة رجل مسن نوعا ما ولكن يوجد لياقة وحيوية وشباب متجدد بالفعل لاحظ الاسلوب الذكاء الخبرة نستطيع ان نقول الكبيرة في هذا حتى النظرة بتفاصيل دقيقة انه في حالة الوقوف الاعتبار هذا انه راح يعني تمنح له الجواد المشارك نقاط في التحكيم. نعم
90.75. نتيجة مستر إمعيج. بعد أخير 90.25. هنا عموما لقطات متفرقة من المهرجان ومن هذا الحدث الجميل لمن حضروا ولمن أتوا للمشاركة والمتابعة والاستمتاع. وبالفعل كما وعدناكم دائما بأن تحظوا بالصورة النقية الصافية المعبرة عبر قناة الشارقة الرياضية لكل الأحداث عام 2011، سنة خير بحول الله تعالى على كل مشاهدينا ومتابعينا والأمة الإسلامية. إذن بعد لحظات ستعلن نتائج أصحاب المراكز الخمسة الأولى. ثمانية وثمانين فاصل ثلاثة عشر لدكتور مبروك. وهكذا بالفعل الأيال آي آي. الأيال آي آي هو صاحب المركز الأول، وابن جميل الخالدية هو صاحب المركز الثاني برصيد 91.38 جزءا من النقطة. هنا واضح أمامنا مشاهدينا الكرام صاحب المركز الأول العيال آي آي، الأب العياد، الأم ذا فيشن اتش جي، وبالتالي ذهبت أيضا الصدارة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية هذه الأمسية. والمركز الثاني لابن جميلة الخالدية، فيما حل في المركز الثالث 124 ومستر إيمج، و 125 في المركز الرابع ريفيلشن، و 131 اس جي زاهي في المركز الخامس. نذكر المشاهدين الكرام هنا ايضا اللقطات الجميله ومتابعه رائعه ايضا حقيقه من الطاقم. اذا العيال اي اي الذي ولد في 7 يناير 2008، والملك ريال بارتنرشيب من دولة الإمارات العربية المتحدة يحصل على جائزة المركز الأول، بينما ذهبت جائزة المركز الثاني لابن جميلة الخالدية ومالك صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. المركز الثالث لمستر إيج وللسيد محمد بن عبد الله السبيعي، وأيضا هو مالك صاحب المركز الرابع فيو شين الذي حل في رابع المراكز، وترك المركز الخامس لإس جي زاهي ولمربط النخيل بدولة الإمارات العربية المتحدة. إذا مشاهدينا الكرام
أعزائي في كل مكان، نترككم مع هذه اللقطات، لقطات التتويج، لقطات الحصاد إن شئتم الإطلاق عليها، لأنها بالفعل حصاد عمل مضني، عمل كبير من التدريب والتغذية والاهتمام، وبعد ذلك المشاركة والمنافسة، ثم النجاح والفلاح وكسب الجوائز الملاح. هكذا الشوط التاسع ينتهي وينقضي في انتظار حلقة جديدة، بل شوط عاشر جميل يحتوي الفحول بعمر من 4 إلى 6 سنوات في مقتبل العمر. إلى ذلك الحين أترككم بالاستمتاع مع الفاصل واللقطات المستمرة من مخرجنا وليد البريم. عيديتنا غير